ينضم إلينا من رام الله أشرف العجرمي الوزير الفلسطيني السابق. أهلا بك معنا في هذه التغطية، ونحن نشاهد تفجير هذه العبوات الناسفة سيد أشرف العجرمي في الضفة الغربية، وأيضا الجبهة المفتوحة على إسرائيل في قطاع غزة، والجبهة التي يمكن أن تفتح بشكل أوسع مع إسرائيل من جهة لبنان. هل إسرائيل قادرة على التعامل مع كل هذه الجبهات إذا ما فتحت في آن واحد؟ مساء الخير. يعني إسرائيل تخشى فعلا من تطور الحرب التي تدور في غزة إلى مواقع أخرى، والولايات المتحدة الأمريكية تحاول مساعدة إسرائيل في تجنب انفتاح مثل هذه الجبهات، ولكن لا أحد يضمن بعدم انتقال الحرب إلى جبهة الضفة الغربية أو جبهة لبنان. هذا متعلق ب يعني تطورات الأحداث هناك والقوى التي يعني تتخذ القرار بهذا الشأن. والجيش الإسرائيلي في الواقع عاجز عن التعامل مع أكثر من جبهة واحدة، ولهذا السبب الولايات المتحدة الأمريكية ترسل بقوات كبيرة جدا للمنطقة، سواء حاملات الطائرات أو قوات النخبة دلتا أو قواعد عسكرية بما فيها يعني منصات صواريخ وغيرها، إلى أكثر من موقع داخل منطقة الشرق الأوسط لمساعدة إسرائيل في مواجهة مثل هذا الاحتمال. الضفة الغربية في الواقع هي في حالة حرب مستمرة، ولكن ليس على نطاق واسع كما هو الحال في قطاع غزة، ولكن هناك عمليات تتم كل يوم في إطار مواجهة مع الاحتلال، وهذه ممكن أن تتطور إلى عمليات أوسع إذا ما قام المقاومة الفلسطينيون على سبيل المثال باستهداف يعني مناطق داخل إسرائيل أو حتى داخل المستوطنات بشكل أكبر وأكثر كثافة من الذي نشهده الآن. ولهذا السبب ربما إسرائيل تقوم بضربات استباقية، سواء اعتقال أعداد كبيرة جدا من المواطنين الفلسطينيين حتى الآن منذ بداية العدوان على قطاع غزة. هناك أكثر من 1500 معتقل فلسطيني، وتقريبا كل ليلة هناك اعتقالات للعشرات وربما المئات من الفلسطينيين في هذا الشهر. فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة، ما تقييمك لطبيعة التوغل البري الذي أعلنت إسرائيل بأنها بدأته منذ ليلة البارحة؟ يعني هناك أكثر من احتمال لمثل هذا التوغل. الأول هو أن إسرائيل تريد الضغط على حماس وتجبرها على حل مشكلة يعني الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين لدى حماس من خلال مفاوضات تحت النار. الجانب الآخر متعلق بالروح المعنوية للجنود الإسرائيليين عبر اجتياحات محدودة. يمكن لهؤلاء أن يستعيدوا الروح المعنوية والروح القتالية إن شئنا، لأنه حصل تدهور كبير في الروح المعنوية لدى ضباط وجنود الاحتلال بعد الهزيمة الكبيرة والساحقة التي مني بها الجيش الإسرائيلي في منطقة غلاف غزة. بالإضافة إلى ذلك، هناك محاولة لمنع الولايات المتحدة الأمريكية الوقت الكافي لنشر بطاريات صواريخ المضادة للطائرات والصواريخ في عدد من دول المنطقة، وهذا طبعا بره طلبته الولايات المتحدة الأمريكية. بالإضافة إلى كل ما تقدم، إسرائيل أيضا تحاول جس نبض المقاومة، معرفة مدى قدرة الفصائل والقوة التي لديها في مواجهة يعني اجتياح بري. بعد ذلك ربما تذهب إلى عملية أوسع، ولكن في كل الأحوال هي مستمرة بالحرب البرية من خلال هذا الاجتياح يعني الجزئي، ولكن الذي يتطور باستمرار حسب مقدرة الجيش الإسرائيلي والوقت المتاح له. تتحدث عن ربما قيام إسرائيل بجس نبض حماس من خلال هذه التوغلات التي حصلت. نحن رأينا التوغل الأول ربما كان 20 متر، الثاني ل200 متر. كيف ترى رد فعل حماس، وهل فعلا
نفذت تهديداتها أو أظهرت بأن تهديداتها حقيقية وبإمكانها فعلا مفاجأة إسرائيل فيما يتعلق بهذين التوغلين اللذين حصلا؟ يعني الصور التي بثتها كتاب القسام تقول أنهم استهدفوا يعني مدرعة إسرائيلية بصاروخ كورنيت وفجروها، وتقول أنها استهدفت عدد من الآليات الإسرائيلية. إسرائيل تقول بالمقابل أنها لم تكن هناك إصابات داخل صفوف القوات الإسرائيلية خلال الاجتياح الذي حصل ليلة أمس. يعني هناك بالتأكيد مقاومة شرسة من الوسائل الفلسطينية للدخول البري الإسرائيلي، ولكن هذا الدخول حتى الآن لم يصل إلى عمق المناطق الفلسطينية، المناطق التي يمكن أن تحدث فيها مفاجآت، والجيش الإسرائيلي حذر جدا من الدخول إلى المناطق المأهولة، ولهذا السبب هو يحاول إبعاد السكان الفلسطينيين قدر الإمكان وتدمير هذه المناطق والمرور في مناطق محروقة، بمعنى أنه لا يوجد فيها لا فوق الأرض ولا تحت الأرض أي تهديد، وهذا حتى الآن لم تنجح به إسرائيل، ولكن هذا طبعا رهن بتطورات في الميدان. إسرائيل أبلغت سكان قطاع غزة المنطقة الشمالية ومنطقة مدينة غزة بأن هذه المناطق هي مناطق قتال، وعلى المواطنين الفلسطينيين مغادرة هذه المناطق خوفا من تعرضهم للقصف والأذى الإسرائيلي. المواطنون حتى الآن لم يغادروا جميعهم هذه المناطق، وبقي عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين موجودين في هذه المناطق ولا يريدون المغادرة لأنه لا مكان يذهبون إليه، ولهذا السبب هناك أيضا يعني حذر أو تعثر إسرائيلي في الدخول إلى عمق المناطق الفلسطينية في شمال قطاع غزة.